قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. البرميل الثاني على مدينة كفر زيتها في هذا الاتجاه برميل، وفي هذا الاتجاه برميل آخر. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتها بالبراميل المتفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة كفر زيتها بالبراميل المتفجرة، وهذا البرميل الثاني على مدينة كفر زيتها. والدخان يتصاعد. 28/10/2014.